السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يا رب يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض على خير. النهاردة حلقتنا حلوة جدا، لو هنعمل بقى عزومة سي فود فالنهاردة وصفاتنا هايلة جدا جدا. هنعمل النهاردة مع بعض الجمبري بطريقة حلوة جدا وبصوص جميل جدا، هنعمل الجمبري الباتر فلاي، كمان هنعمل سمك فيليه مقرمش تحفة جدا، هنقدم كمان معاهم رز بالخضار بجد رهيب ان شاء الله تجربوه يعجبكم. اما المشروب بتاعنا النهاردة فهيكون مشروب التفاح السخن، حاجة كده لذيذة جدا وبتساعد كمان على الدفى وبيساعد على التخسيس كمان. يلا بينا بقى نشوف النهاردة وصفاتنا، وهتكون أول وصفة هنبدأ بيها النهاردة هيكون الرز علشان يلحق يستوي معانا. يلا بينا، ما تنسوش بقى الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها من أي تليفون أرضي على 0900 9710، أما الموبايل على 1710. ويلا بينا نبدأ الحلقة. زي ما قلنا النهاردة هنعمل رز حلو جدا، هينفع تقدميه جنب لحوم أو أسماك زي ما احنا هنقدمه النهاردة، الرز الأصفر بالكاري والخضار. يلا بينا، النهاردة معانا 3 كوبايات من الرز البسمتي، غسلينه ونقعينه نص ساعة ومصفينه كويس جدا. عندنا كمان بصله كبيره مفرومه، جزرايه كبيره مبشوره، كوبايتين من الفلفل الالوان متقطع مكعبات، كوبايه بطاطس برده متقطعه مكعبات، عندنا 2 مكعب مرقه خضار، وكمان معلقه صغيره من السكر. اما البهارات والتوابل بتاعتنا هتكون عباره عن 2 من الليمون المجفف اللي هو اللومي، عندنا كمان حبهان صحيح، قرنفل، ورق لورا، معلقه كبيره من الكمون طبعا مطحون، ومعلقه صغيره من الكاري، ومعلقه صغيره من الكركم، وملح. دي مقدرنا النهارده، ويلا بينا بقى نشوف الطريقه. بدايه كده هاخد البصل والبطاطس واروح على حله محطوطه على النار، هنحط فيها شويه زيت حلوين عشان نعمل بيهم الرز، والزيت هيسخن بما ان الحله على النار وسخنه. يلا بينا على طول ننزل البصل، هنزل البصل وانزل كمان البطاطس وابتدي اشوحهم تشويحه كويسه. تمام، يبقى احنا في البدايه حطينا شويه زيت صغيرين، مش صغيرين، شويه زيت على قد كميه الرز اللي احنا هنعملها. حطينا بصلايه كبيره مفرومه، حطينا كمان بطاطسايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره، وهبتدي ان انا اشوحهم مع بعض على النار. على ما ده يحصل ويبتدوا كده يلونوا معانا، تعالوا نتكلم شويه عن الرز البسمتي. الوصفه دي ينفع اعمل بيها رز بلدي عادي جدا جدا ويطلع معاكي تحفه جدا. اما لو تستخدمي رز بسمتي استخدمي الرز الذهبي، لانه بيبقى اكثر تحملا من الرز الابيض اللي هو طويل الحبه. بنتعامل معاه بيطلع حلو جدا وحبايته بتكبر، الرز الذهبي. اهم حاجه لما تيجي تختاريه اختاري الرزايه تكون طويله رفيعه، تمام، دي اكتر رزايه هتديكي نتيجه هايله. كل ما الرزايه بقت طويله اكتر بقت رفيعه اكتر كل ما هتاخدي نتيجه حلوه، اما الرزايه كل ما تقصر كل ما تتخن بقى فيها نسبه النشا عاليه، وبالتالي تلاقيه معجن ومش طالع كده مظبوط زي ما بتشوفيه في المطاعم. تمام، عندنا النهارده الخضار اللي احنا هنحطه في الرز زي ما قلنا، عندنا بصل، عندنا بطاطس، عندنا فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، وعندنا جزرايه مبشوره. اقدر كمان اضيف مكعبات كوسه، تمام، هضيفها مع الفلفل، لما اجي اضيف الفلفل احط معاه الكوسه، برده بيبقى طعمها حلو جدا جدا مع الرز. تعالوا بينا بقى ناخد البهارات الحصى، عندنا الليمون المجفف، ورق لورا، وعندنا كمان قرنفل وحبهان. هبتدي اضيف البهارات عشان تتحمص كده مع البصل ومع البطاطس. حط كده حوالي 10 فصوص من القرنفل ونقلب. يلا نجيب كمان البهارات المطحونة، عندنا كاري وكركم، عندنا كمون. يلا حط فلفل اسود كمان. ونقلب.
وسلام بقى على ريحة البهارات مع البصل، هايلة جدا. الوصفة دي اقدر ازود فيها معلقتين من الصلصة او اتنين طماطم كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة لو انت حباها تاخد اللون المحمر. اما احنا هنعمله النهاردة الرز مبهر اصفر، فمش محتاجين نحط النهاردة ولا طماطم بما انها يعني ايه غالية حبتين، هنستغنى عنها النهاردة. تعالوا بينا بقى ناخد الجزر، ناخد مكعبين المرقة بعد ما خلاص البطاطس والبصل اتشوحوا بما فيه الكفاية. احط مكعبين المرقة اللي هيدوا طعم حلو جدا، وادي الجزراية المبشورة، ونقلب. احنا طبعا نزلنا بالبطاطس الاول لانها من اكتر الحاجات اللي بتحتاج وقت في التسوية. مكعبات المرقة ممكن تحطيها تدوبيها في المية، او لو هتحطيها كده خلي بالك وراعي انك انت تحاولي تفرميها علشان ما تفضلش مكتلة في مكانها وتدي تأثير مش حلو. هايل. يلا فاضل معانا الفلفل، فاضل معانا الرز، وكمان رشة سكر. احط الفلفل كده ونقلب. عايز اقول لكم حلة الرز نفسها هتبقى يعني متكاملة العناصر الغذائية زي ما قلنا، هتنفع جدا جدا جنب اي خضار، جنب اي نواشف، فراخ، ستيك، اي حاجة، كمان جنب الاسماك زي ما احنا هنقدمه النهاردة. ويلا بينا ننزل بالرز اللي احنا غسلناه ونقعناه نص ساعة وصفيناه. فاضل معانا رشة سكر، فاضل معانا كمان الملح. رشة سكر بسيطة بتدي طعم حلو، وعندي الملح على قد الكمية، ونراعي ان احنا حاطين مكعبين من المرقة. ونقلب بقى كل ده مع بعضه. واخدين بالكم بقى من الالوان اللي موجوده في الرز؟ تحفه، والريحه هايله. طيب احنا دلوقتي بقى محتاجين ان احنا نضيف ميه عشان نسوي الرز، وزي ما دايما بنقول لو بنسوي اي حاجه على النار، اي حاجه سخنه على النار ما ينفعش نزود لها ميه بارده، خاصة بقى وبالذات الرز، علشان هيدينا فوائد كتيرة كويسة جدا لما نضيف المية المغلية. أولا الرز هيطلع مفلفل مش هيعجن، ثانيا هيبقى وقت التسوية بتاعته قليلة جدا لأن المية مغلية وهو سخن، فعلى طول هتلاقي الرز غلي وتشرب، مش هياخد منك بالظبط 10 دقايق ويكون استوى. أهم حاجة إن احنا برضو ندي تشويحة للرز بحيث إن هو يسخن. شايفين الالوان الجميله؟ هايل. يلا بينا بقى ادي الميه المغليه، ولكل كوبايه رز بسمتي هنحط حوالي كوبايتين او كوبايتين الا ربع من الميه. كده خلاص الرز تمام التمام، ضفنا له كل الخضار بتاعه، كل البهارات، حطينا كمان الميه المغليه. نزل بقى كل الرز اللي على الحروف، حلو قوي، ومقدار المية تحفة زي الفل. ودلوقتي بقى نقدر نطلع فاصل، فاصل صغير خالص، ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا مع بعض الرز بالكاري والخضار، حاجة كده في منتهى الجمال. تعالوا بينا النهاردة نقدم الجمبري بشكل مختلف، هنعمل الجمبري البترفلاي. تعالوا نقول مقادير وبعدين نشوف الطريقة مع بعض. النهاردة عندنا الجمبري هنحتاجه يكون كبير وبقشره. التتبيلة بتاعته هتكون عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من بشر الليمون اللي هي القشرة الخارجية الخضراء للليمون، معلقة كبيرة من عصير الليمون، معلقة كبيرة من المستردة، هنحتاج كمان معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من الزيت، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الملح. دي تتبيلة الجمبري.
اما الصوص هيبقى عباره عن ايه او مقاديره هتكون ايه؟ عندنا معلقه كبيره من الثوم المفروم، شبت مفروم حوالي نص حزمه من الشبت المفروم، معلقه كبيره من بشر الليمون، ربع كوبايه من عصير الليمون وكوبايه عصير برتقال، تمام. عندنا كمان معلقتين كبار ونص من الزبده، معلقه كبيره من الدقيق، ومعلقه كبيره من المستردة، كوبايه كريم الطهي، وهنحتاج كمان ملح وفلفل اسود. دي مقادير الصوص، ويلا بينا بقى علشان نشتغل. بدايه زي ما قلنا هنحتاج النهارده الجمبري يكون حجمه كبير وبقشره، تمام، بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بيتنضف وبيتفتح كويس كده، تمام. طيب عملنا كده ازاي؟ تعالوا نشوف واحده كده مع بعض على الهواء. عندي جمبريايه جايه، طبعا هنغسلها كويس جدا، وهبتدي اخدها من ظهرها كده وافتحها بالسكينه. بسم الله، السكينه يفضل طبعا تكون حاميه، نخلي بالنا من ايدينا. بصوا معايا، هفتح لغايه ما اوصل قرب الديل، تمام، بالشكل ده. طيب هنا بقى بيبقى فيه زي ما انتم شايفين كده كيس رملي، الكيس ده لازم يتشال. الكيس ده بيبقى فيه رمل وفيه تعتبر فضلات الجمبري، فلازم نتخلص منه علشان الطعم يبقى حلو، وكمان ما لاقيش حاجه بتقرقش واحنا بناكل، ضروري جدا نشيله. لو في اي بقايا تبعه برضو هشيلها كده، خلاص بقى جاهز معانا. هرمي الكلام ده، انا عايزه ابص بصه معاكم كده على الرز، ايه الاخبار؟ بسم الله، بدأ يغلي ويتشرب، لسه قدامه شويه عشان يتشرب الميه بتاعته. احنا كده جاهزين بالجمبري بتاعنا كله متنضف، انا بس حبيت اوريكم واحده، وبنفتحها ونسيبها بالشكل ده اهو كده، هايل. طيب يلا بينا بقى نعمل التتبيله اللي هنتبل بيها الجمبري. هنجيب بوله كده واحط كل مكونات التتبيله في البوله دي واقلبها مع بعض. زي ما قلنا عندنا معلقه من بشر البرتقال اللي هي القشره الخارجيه للبرتقال، والثوم، عصير الليمون، المستردة، عندي كمان الخل، الكمون نص معلقه، والزيت والملح. والملح هيبقى على قد كمية الجمبري. قلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس. دي كده التتبيله اللي هنتبل بيها الجمبري. ومعانا سارة. الو الو، يا مساء الفل، ازيك يا سارة؟ عايزة تقيد عمل الشيبسي. الشيبسي، عيوني، حاضر حاضر يا سارة، نورتينا. تمام، خلاص عملنا التتبيله، قلبنا كل المكونات مع بعض. حضرت كده صينيه فرن، وتعالوا بينا ناخد الجمبري نفتحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ورصه بقى جنب بعضه. ايه رايك كده؟ طيب يلا، ادي الجمبري الواحده اللي تلاقيها مش مفتوحه للاخر، كمليها عشان تفرد معاكي وتبقى بالشكل ده، تمام، ضروري جدا. يلا اللي بعده، الجمبريه يبقى شكلها عامل زي الفراشه كده. احنا بس مش مجرد بنفتح عشان نشيل الكيس الرملي، لا احنا بنفتح عشان الجمبريه نفسها تبقى مفتوحه معانا كده وتشرب من التتبيله. نضغط عليها كويس كده، الموضوع باين معانا جدا. تمام، هما في المطبخ بس نظفوا وشالوا السلسلة، هي المشكلة بس معانا مش السلسلة وبس، زي ما قلنا احنا عايزين نفتح الجمبرية من الظهر كويس قوي علشان تتفرد معانا في الصينية زي ما انتم شايفين.
نرص كده. زي الفل. اخر واحده هنزنقها ونحطها معاهم. هايل كده خلاص، زي ما انتم شايفين رصينا الجمبري وفتحناه بالشكل ده. يلا الخلطه اللي احنا عملناها والتتبيله الجميله دي هبتدي اوزعها فوق الجمبري على اللحم بتاعه كده. كده تمام، تبلنا كويس الجمبري. بقيه الخلطه هننزلها، فرننا سخن جدا جدا وعلى ارضيه الفرن علشان الجمبري يتشوي معانا بسرعه. انا عايزه بس اظبط لو في حاجه مش مظبوطه. تمام كده كله مفروض وكله تمام. يلا بينا بقى على درجه حراره 220 وعلى الرف او على الارضيه على طول هبتدي احط الجمبري علشان يتشوي. يلا بينا. تمام التمام، خلصنا تبلنا الجمبري. تعالوا بينا نهدي النار على الرز اللي اتشرب. اه كده تمام. فاكرين لما قلت لكم الرز هيعمل حفر على الوش كده؟ هي دي الحفر اللي باينه معانا، ده دليل ان الرز خلاص اتشرب تماما. هبتدي اهدي عليه النار وندي تقليبه بحاجه تكون فلات، يعني مستويه مش معلقه غويطه علشان ما تكسرش معايا الرز. وبالراحه خالص تقليبه كده. واخدين بالكم بقى من لون الرز؟ انا عايزه اقول لكم ان ريحته بجد تحفه جدا جدا ما شاء الله. وهساوي واغطي واسيب الرز على نار هاديه تماما علشان يكمل التسويه بتاعته. وفي الوقت اللي الجمبري فيه بيتشوي في الفرن تعالوا نعمل مع بعض صوص الباتر فلاي. تعالوا هنحط بوك على النار يسخن ومعانا زبده ومعانا دقيق ومعانا توم. بداية هنحط الزبدة. بسم الله. هخلي الزبدة بقى تسيح. واجهز معايا معلقة من الثوم المفروم. وندي تشويحة للثوم لغاية ما ريحته تبتدي تطلع معانا. مجهزين مع بعض معلقه كبيره من الدقيق اللي هتربط معايا الصوص وتخلي قوامه كده الى حد ما سميك. اهم حاجه بس ان احنا نشوح الثوم تشويحه كويسه، مش عايزين الطعم الني يكون موجود فيه. اول ما يبتدي الثوم ياخد معايا كده لون ذهبي فاتح خالص هبتدي انزل بمعلقه كبيره من الدقيق. تمام خلاص كده بدات الدنيا تظبط وريحه الثوم طلعت وتخلصنا من الطعم الني للثوم. ناخد بقى معلقه كبيره من الدقيق، معلقه اكل كده تكون مليانه. زي الفل. هنقلب بقى الدقيق مع الثوم على النار برضو علشان الطعم الني للدقيق يروح. هايل. معايا هنا بقى ايه؟ الكريمه. يلا بينا ننزل بيها
ومعانا المضرب علشان نفك على طول في دقيق، يعني ممكن يحصل تكتلات فمش عايزين ده يحصل. يلا بسم الله ونقلب. مش هستنى بقى لما تتقل خالص، هكون مجهزة برضو معايا عصير البرتقال ونقلب برضو. الريحة بدأت تظهر حلوة قوي. عندي بشر برتقال وعندي مستردة وعندي ليمون، هبتدي أضيف بقى كل الإضافات بتاعتنا. ده بشر ليمون، المستردة، وعندنا كمان الليمون. ونركز بقى مع الصوص بتاعنا، مش عايزينه يعمل تكتلات، يبقى تقليب كده مستمر. وابتدي احط الملح واحط الفلفل. ملح هنا على قد الصوص بس، احنا كنا متبلين الجمبري ومدينه الملح بتاعه، فهنا مش محتاجين غير للصوص. شوية فلفل اسود، هايل والقوام فظيع ما شاء الله بجد، وريحته حلوة قوي قوي. فاضل بقى الحاجة اللي هتدي الطعم الجميل والشكل الجميل، عندنا زي ما قلنا شبت مفروم. هاخد شوية كده احطهم مع الصوص واسيب شوية للتقديم لما الجمبري يطلع من الفرن. اول ما يغلي الصوص خلاص كده اخد القوام والدنيا ظبطت، هبتدي ارفعه من على النار واستنى بقى الجمبري يطلع لنا من الفرن عشان نقدم معاه الصوص. كده تمام جدا جدا الصوص، زي ما انتوا واخدين بالكم غلي اهو، كده نقدر نشيله من على النار ونستنى الجمبري يطلع لنا من الفرن عشان نقدمهم مع بعض. يلا بينا نرفعه ونطلع فاصل بقى صغير خالص ونرجع لكم على طول نكمل باقي وصفاتنا. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. لكم تاني والرز استوى، ايه رايكم؟ يلا بينا بقى عشان نغرفه. يا ما شاء الله بجد على الريحه واللون والجمال، بصوا بقى معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين بقى الرز مفلفل، البطاطس مستويه، الجزر والفلفل الالوان مع البهارات اللي احنا حاطينها مديها ريحه فظيعه جدا وطعم بصراحه بيبقى رهيب. وزي ما قلنا احنا نقدر نعمل الرز ده مش لازم بس جنب اسماك، نقدر نعمله كمان جنب لحوم وفراخ، مش هيقول لنا حاجه. تحفه. هايل، اعتقد كده كفايه، الشكل حلو قوي والالوان مش محتاجه حتى جرنش ولا اي حاجه خالص. فاكرين الجمبري اللي بيتشوي والصوص الجميل اللي احنا عملناه للجمبري؟ تعالوا نبص بقى على الجمبري في الفرن ايه الاخبار بتاعته، علشان لو اتشوى خلاص نبتدي نطلعه ونغرفه كمان. ما شاء الله يا دوب. الله على الجمال والريحه فظيعه ما شاء الله. احنا نطلع بقى الرز قدام ونجيب طبق تقديم الجمبري. بسم الله، الجمبري بيقعد في الفرن حوالي من 10 ل 15 دقيقة طبعا، على بال ما يبتدي الطاجن يسخن ويبتدي الجمبري يسخن ويتشوي بياخد فترة، وما بيطولش الجمبري من الحاجات اللي ما تطوليش عليها في الفرن علشان تاخدي نتيجة حلوة. هنرص كده وحدات الجمبري اللي اتشوى وطلع ريحته هايله جدا، تتبيلته كانت جميله. هوب هوب هوب.
وسع الدنيا لبعضيهم كده. ريحة التتبيلة جميلة جدا ما شاء الله، تجوع. احنا ممكن نكتفي بدول. تعالوا بينا بقى نجيب معلقة كده وننزل بالصوص الجميل اللي احنا كنا عاملينه. وابتدي احط على الجمبري. واخدين بالكم من قوام الصوص، هو ده المطلوب. ده كده كمان برد فإلى حد ما تماسك زي الفل. بقيه الصوص ممكن نحطه بقى في صوصيره يبقى للتقديم جنب الجمبري. على فكره الصوص ده هيبقى حلو جدا جنب اي نوع سمك، تمام؟ حتى السمك المقلي ممكن نحط عليه هيبقى حلو جدا. ممكن بقى نجيب شويه شبت كده نظبط بيهم الطبق، رشه بسيطه. كده ده يكون طبقنا، طبق الجمبري اللي احنا عملناه النهارده. زي ما قلنا عزومه سي فود هيبقى الطبق رهيب. هايل. يلا بينا نطلع طبقنا ده لقدام بقى كده ونشوف هنعمل مع بعض النهارده الفيليه ازاي. هنعمل النهارده سمك فيليه مقرمش. بسم الله. بص كده يا استاذ حمدي، هنا كويس؟ تسلم وتعيش. يلا بينا بقى زي ما قلنا نبتدي نعمل مع بعض. لا احنا نحط دي كده بعيد عن مقاديرنا. نعمل نقول مع بعض مقادير السمك الفيليه. والنهارده هنستخدم قشر بياض، تقدري تستخدمي شعور، تقدري تستخدمي بلطي، حلو جدا برده مش هيقول حاجه. نقول مقادير. ومقاديرنا النهارده هتكون عباره عن ايه؟ هنحتاج كيلو او كيلو ونص من السمك الفيليه متقطع مكعبات او مربعات زي ما انتم شايفين كده. الحجم ده حلو جدا بحيث ان ياخد قطعه يبقى يخلصها، ولو حب تاني ياخد، فالقطعه تبقى الى حد ما متوسطه الحجم، ده افضل. عندنا بقى عصير ليمون بقى للتتبيله. عصير ليمون، معلقتين كبار من المستردة، معلقه صغيره من التوم الباودر، ومعلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الكمون، وشطه وملح. دي مقاديرنا النهارده. وهتلاحظوا ان ما فيهاش حاجات نقول ايه توم مفروم مثلا وكده، احنا حاطين كله باودر، فالخلطه هتبقى الى حد ما انسيابيه كده وهتمسك كويس جدا على السمك. اما التغليف بتاع السمك النهارده هيكون عباره عن ايه؟ كوبايتين من الدقيق، عندنا نص كوبايه نشا اللي هيدي قرمشه حلوه جدا للسمك ولون رهيب. كمان هنحط كركم وملح علشان يدينا لون لطيف جدا للتغليف بتاع السمك، وطبعا زيت علشان نقلي فيه. دي مقاديرنا، ويلا بينا بقى علشان ايه نشتغل. هشيل بقى دي من هنا عشان نوسع طريق. يلا بينا هنبتدي نتبل الاول قطع السمك بتاعتنا. وقلنا تتبيلتنا النهارده تتبيله بسيطه جدا، بس ايه رايكم قبل ما نزفر ايدينا تيجوا نقول المشروب بتاعنا النهارده ونحطه على النار واحنا شغالين في السمك. تعالوا بينا نقول مقادير. العصير بتاعنا النهارده هنحتاج له لتر عصير تفاح من غير سكر، سواء بقى شارينه جاهز او عاملينه في البيت. هنحتاج 4 أعواد من القرفه الخشب، و4 من الحبه، حبه اليانسون النجمي. عندنا كمان برتقانه متقطعه شرايح، رشه قرفه باودر، ومعلقتين كبار من العسل الابيض، ممكن نستغنى عنهم ونحط مكانهم سكر، ده على حسب يعني الراحه. طيب هنجيب حاجه حله بقى وابتدي اخد العصير. اتفقنا عصير تفاح من غير سكر. ابتدي احط بقى عليه كل المكونات اللي عندنا. ايه دي؟ عيدان قرفه خشب، وده اليانسون النجمي، ده موجود عند العطار بوفره مفيش مشكله فيه خالص، بيدي طعم حلو جدا. هنحطهم. عندي كمان برتقانايه بقشرها متقطعه شرايح، هبتدي اضيفها هتدينا طعم حلو جدا. عندي بقى رشه من القرفه مش كتير بس عشان نعزز نكهه القرفه.
وارفع الكلام ده كله على النار واسيبه بقى على النار يغلي على نار هاديه يعني بتاع 10 دقايق كده. خلاص كده العصير بيتعمل او المشروب بتاعنا النهارده بيتعمل. يلا بينا بقى علشان نرجع للسمك بتاعنا اللي هنبتدي نتبله. احنا جبنا بوله عشان نبدا نعمل فيها التتبيله. زي ما قلنا عندنا التوم باودر النهارده، وايدي الكركم، الكمون، عصير الليمون، عندي كمان الملح على قد بقى كميه السمك، والمستردة، وابتدي اقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه وانزل فيه قطع السمك. الزيت سخن مننا شويه، نرفعه علشان ما يتحرقش. يلا بينا. هقلب. المستردة من الحاجات اللي بتدي طعم حلو جدا جدا للسمك ولون حلو، جربوها مش هتندموا. كده التتبيله جاهزه معانا، بدوب بقى الملح مع الثوم مع الكمون مع المستردة مع الكركم والشطه، كله كله مع بعضه، وكده حلو قوي. هنزل بقى بقطع السمك بتاعتي. زي ما شايفين قطعه السمك بالحجم ده، ده افضل حجم، انا بعز كده الموضوع ده قوي انه يبقى صغير، قطعه صغيره علشان اللي ياخد قطعه على طول يخلصها ما يفوتش منها حاجه، خصوصا الاطفال يعني. ونتبل. السمك من الحاجات اللي مش لازم تنقعي بقى وتتبيله ونقعد من بالليل للصبح والكلام ده كله خالص. مجرد ما نتبلهم 10 دقايق بيكون السمك جاهز معانا ان احنا نبدا نشتغل فيه. نروق دنيتنا بقى ونرجع للسمك بتاعنا علشان نعمل الطبقه الخارجيه ليه ونشوف هنعملها ازاي. زي ما قلنا النهارده عندنا كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من النشا، والنشا من الحاجات اللطيفه جدا في المقليات علشان بتساعد ان الحاجه ما تاخدش لون بسرعه، في نفس الوقت بتدي قرمشه لطيفه جدا. عايزه ادي لون حلو كده للكفر الخارجي، فبرضو هدي رشه من الكركم. وتعالوا بينا نجيب الملح عشان يبقى الدقيق اللي بره كمان والتغليف اللي بره له طعم، ما يبقاش كده حاجه ملهاش طعم. هقلب الكلام ده كله مع بعض كويس، وابتدي بقى اخد من السمك بالتتبيله الجميله اللي هو منقوع فيها واحط في التغليف اللي هو الدقيق، ونشيل بقى نحط على طول في الزيت الغزير السخن، والنار تكون متوسطه، بس الزيت لازم لازم يكون سخن، مينفعش زيت بارد ابدا للسمك هيهريه. والسمك كمان من الحاجات الحساسه ما بتحبش تقليب كتير على النار. اتاكد بس ان انا قلبت الدنيا كويس، الملح والكركم اختلط بكل الدقيق والنشا. وتعالوا بينا يلا. وقبل ما نزفر ايدينا نجيب طبق علشان نحط فيه. ومعانا استاذه مين؟ استاذه فاطمه. الو الو. ايوه يا مساء الفل. ايوه ازيك يا مدام؟ الحمد لله يا روح قلبي، عامله ايه؟ خط فصل. طب حاولي اتصلي بينا تاني. هغلف كويس وانفض الزياده واحط في الطبق، طلع تاني. اتاكد ان انا غلفت كويس وانفض الزياده، وهكذا. الزيت بتاعي سخن على درجه حراره متوسطه وجاهز معانا، وزيت غزير علشان القطعه تنزل تغطس على طول كلها تبقى نفس اللون من غير ما احتاج ان انا اقلب كل شويه والاقي السمك اتهرى مني. لو عايزه الكفر يبقى اتخن واكتر، بعد ما نخلص الكميه رجع تاني انزل في الخلطه واروح حاطه تاني، برده هتديكي تاثير اللي هو الكفر التخين شويه لو انت حابه، بس اعتقد كده هيبقى حلو جدا. هو شايل الكفر اهو، بس
يعني سمكه حلو جدا، لا كتير ولا قليل. نعمل واحدة كمان ونروح بقى للزيت بتاعنا عشان نبدأ نحمر. أكيد ممكن. ربنا يكرمك يا أستاذ حمدي، منورنا. يلا بينا. الله يخليك. يلا بينا. خلاص عملت كمية على قد الطاسة بتاعتي، هرجع تاني الزيت. الزيت كان سخن قوي وطبعا ما ينفعش أسيبه يتحرق. هجرب كده أخد نطرة دقيق كده وأحطها في الزيت أشوف الدنيا أخبارها إيه. هايل، تمام. الزيت سخن، نار متوسطة. يلا ننزل بالسمك. بسم الله. كده السمك بتاعنا بيتقلي في زيت غزير سخن على نار متوسطة. هسيبه بقى يستوي ويقرمش وياخد اللون الذهبي الجميل، ونطلعه على مناديل مطبخ علشان تمتص اي زيوت موجودة فيه زيادة ونقدمه. دلوقتي نقدر نطلع فصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. اوعى تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما حمرنا شويه من السمك والباقي على النار. عايزه اقول لكم قرمش جدا، لونه رهيب ما شاء الله وريحته، شايفين الجمال؟ تحسي كده حاجه كده ايه، مقرمشه كده ولذيذه ولونها حلو قوي والريحه بجد تحفه والطعم بيبقى اخر جمال. تمام، هنخلي السمك يتحمر التحميره بتاعته المظبوطه علشان يبقى مستوي ما فيهوش اي حاجه. طبعا هو فليه، مش هياخد معانا وقت كتير على النار. زي ما اتفقنا الزيت سخن، سخن جدا على درجة حرارة متوسطة، وزيت غزير علشان لما ننزل السمك زي ما انتم شايفين كده السمك نازل غاطس فيه مش باين خالص، وبالتالي بياخد لون متساوي وموحد من جميع الأجزاء، وكمان محتاجش ان انا اقلب فيه كتير وبالتالي يتهري مني السمك من الحاجات الحساسة اللي هي على النار. حاولي ما تقلبيش فيها كتير. تمام، خلاص كده السمك بقى زي الفل. هطلعه زي ما قلنا على مناديل مطبخ عشان تمتص معانا اي زيوت موجودة فيه زيادة. كمان النشا من الحاجات اللي بتساعد ان الحاجه اللي بنحمرها ما تشربش كميه كبيره من الزيت. كده تمام وزي الفل. نطفي. اخلي بس السمك، شايفين شكله جميل قد ايه؟ حلو قوي. طيب المشروب بتاعنا مشروب التفاح الساخن بالقرفه على النار، سايبينه يغلي. تعالوا كده نفتكر مع بعض احنا عملنا ايه النهارده والمقادير على ما العصير بتاعنا يكون جاهز ان احنا نقدمه. يلا، عملنا النهارده جمبري باتر فلاي زي ما انتم شايفين كده شكله يفتح النفس. المقادير كانت عباره عن كيلو جمبري كبير بقشره، وعرفنا ازاي نفتح الظهر بالسكينه ونطلع كيس الرمل علشان ما يبقاش فيه اي حاجه تقرقش واحنا بناكله. تمام، فتحنا الجمبري كويس بالسكينه، شلنا كيس الرمل وحاولنا نفتحه بالشكل ده علشان يشيل معايا التتبيله ويشيل كمان من الصوص اللي احنا هنعمله. تتبيله الجمبري النهارده كانت عباره عن معلقه كبيره من الثوم المفروم، حطينا لها كمان معلقه كبيره من بشر الليمون، معلقه كبيره من عصير الليمون، ومعلقه كبيره من المستردة، معلقه كبيره من الخل، ومعلقه كبيره من الزيت، نص معلقه كمون، ونص معلقه ملح. قلبنا كله مع بعضه وتبلنا بيه الجمبري بعد ما رصيناه وفتحناه بالشكل ده، رصيناه على ظهره في صاج او صينيه فرن. ابتدينا نحط التتبيله بقى عليه، دخلنا الفرن علشان يتشوي على الارضيه على درجه حراره 220، هيقعد حوالي من 10 دقائق لربع ساعه لما يستوي. تمام، على البال ما اتشوى في الفرن كنا عملنا الصوص، والصوص كان عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم المفروم، شبت مفروم، عندنا كمان معلقة كبيرة من بشر الليمون، ربع كوباية عصير ليمون، وكوباية عصير برتقان، عندنا كمان معلقتين كبار من الزبدة، معلقة كبيرة من الدقيق، معلقة كبيرة من المستردة، وكوباية كريمة طهي. تبلنا ملح وفلفل.
في البداية حطينا الزبدة والثوم، شوحنا الثوم كويس جدا لغاية ما ابتدى ياخد اللون الذهبي الفاتح خالص، نزلنا بمعلقة الدقيق، قلبنا الدقيق كويس جدا مع الثوم، وبعد كده نزلنا بكوباية الكريمة قلبنا كويس، وبعد كده بقية المكونات كلها حطيناها مع معلقتين من الشبت المفروم، وبقى الشكل بتاعه والقوام بتاعه هايل جدا. أول ما يغلي بنشيله على طول من على النار، ده كده الجمبري الباتر فلاي. السمك بقى بتاعنا الجميل النهارده اللي احنا عاملينه المقرمش الحلو ده كان عباره عن ايه؟ شايفين؟ بصوا، سامعين الخرفشه والقرمشه؟ هايل. بصوا يعني، بصوا، انا امسك بايديا بقى، شايفين؟ تحفه. عملنا السمك ده ازاي؟ عندنا كيلو او كيلو ونص من السمك، طبعا الكميات دي بتاعتكم انتوا، متقطع مكعبات او قطع متوسطة الحجم بالشكل ده عشان تبقى لطيفة، خاصة لو عندي عزومة تدي معايا كمية ويبقى في تنوع، الناس تاخد من كل الاصناف، تمام؟ ولو في اطفال هيبقى حلو جدا ياخدوا قطعة كده ويخلصوها. زي ما قلنا كيلو او كيلو ونص من السمك متقطع مكعبات متوسطة، يفضل نستخدم بقى سمك فيليه، عندنا قشر بياض، عندنا شعور، عندنا بلطي، اي نوع بتفضلوه. التتبيلة كانت عبارة عن ايه؟ التتبيلة كانت سهلة جدا بس تحفة جدا. التتبيلة كانت عبارة عن معلقتين كبار من المستردة، عندنا كمان عصير ليمون، معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من الكمون، والشطة والملح. قلبنا كله مع بعضه وغطسنا فيهم قطاع السمك وسبناها 10 دقايق على بال ما نجهز التغليفه بتاعتها. التغليف كان عباره عن كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه نشا، عندنا كمان كركم وملح، وطبعا زيت للقلي. قلبنا الدقيق مع النشا مع رشه من الكركم ورشه من الملح، قلبناهم كويس جدا. خدنا من السمك اللي محطوط في التتبيله، نزلناه في الدقيق، خبطناه علشان ينزل الدقيق الزياده، والزيت بتاعنا كان سخن على نار متوسطه. نزلنا قطع السمك، اتحمرت زي ما انتم شايفين، الشكل وهمي والطعم بجد في منتهى الجمال. احنا هندخل ده كده ونخليه ده كده. فاضل معانا الرز، والرز النهارده عملنا رز لطيف جدا وبطريقه سهله ومكونات حلوه قوي. زي ما قلت لكم ينفع جدا جنب الاسماك اللي احنا عاملينها النهارده، ينفع كمان لو انت مثلا عامله بانيه ومحتاره بقى اعمل جنب البانيه او الكفته ايه، انا خلاص زهقت من المكرونه، فالرز ده هيبقى تحفه جدا. مقاديره كانت عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الرز البسمتي، وقلنا نقدر نستخدم فيه رز بلدي عادي جدا. عندنا كمان بصله كبيره مفرومه، بطاطسيه كبيره متقطعه مكعبات صغيره، جزرايه مبشوره، كوبايتين من الفلفل الالوان متقطعين مكعبات، عندنا كمان مكعبين من مرقه الخضار ومعلقه صغيره من السكر، 2 بقى من البهارات بقى، 2 لومي اللي هو الليمون المجفف، عندنا حبهان صحيح، قرنفل صحيح، ورق لورا، معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الكركم والملح. بداية حطينا شوية زيت، حطينا عليهم البصلة الكبيرة المفرومة، شوحناها كويس جدا، ومعاها البطاطس، تشوحوا تشويحة كويسة قوي. ضفنا كل البهارات، الحصى وبعدين البهارات المطحونة، وبعد ما تأكدنا ان البصل والبطاطس خلاص اتشوحوا تشويحة كويسة، ابتدينا ننزل بقى بالجزر، وبعد كده الفلفل الألوان، حطينا كمان الرز، وبدأنا بقى نقلب كله مع بعضه مع مكعبين المرقة والملح، وظبطنا الدنيا والمقادير كلها اتحطت. هنحط بقى الميه المغليه اللي هتكون لو رز بسمتي حوالي كوبايتين، لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين الا ربع من الميه، تمام، عشان منقوع. اما لو رز بلدي كوبايه رز قصادها كوبايه ميه مغليه، ولازم الميه تكون مغليه علشان تسرع من عمليه التسويه، وكمان الرز ما يعجنش مننا. وخلاص كده المشروب بتاعنا غلي وبقى زي الفل، هنرفعه بقى من على النار ويلا علشان نقدمه. هبتدي اخد كده الكوبايات بتاعتي واحط فيها شرايح البرتقال، ومعانا مقادير مشروب التفاح. تعالوا نقول المقادير، عندنا لتر من عصير التفاح بيور من غير سكر من غير اي اضافات، سواء عاملينه في البيت او شارينه جاهز، 4 أعواد من القرفة الخشب، عندنا كمان 4 من الحبات اليانسون النجمي، وبرتقانة متقطعة شرايح بقشرها، رشة قرفة بودر، و2 معلقة من العسل الأبيض، تمام، عشان نحليه. طبعا تقدري تحطي سكر بس عشان نزود القيمة الغذائية. كده أنا خلاص حطيت وظبطت الحاجات الجميلة اللي عندنا، هحط بقى المعلقتين العسل وقلبهم كويس جدا في المشروب بتاعنا.
زي ما اتفقنا. العسل تقدري تحطي عسل، تقدري تحطي سكر زي ما تحبي، تقدري تشربيه من غير خالص، من المشروبات اللي بتساعد على الدفى خصوصا بقى في ليالي البرد دي، حلو جدا. خلاص العسل داب، انا هفضي بقى في جار كده عشان نعرف نصب. ويلا بينا نصب الكوبايات بتاعتنا. بسم الله. نكمل. لا لا هيكفي هيكفي. لا لا خالص، احنا زي الفل. يا ربي هنعمل اكتر من اللي احنا عملناه. زي الفل. ده طبعا مشروب سخن مش مشروب بارد، يعني بيتشرب سخن زي ما قلنا عشان يدفي في الليالي الباردة دي. فتجربوه بقى وتقولوا لي رأيكم ايه. كمل بس الكوباية دي. يا سلام يا سبحان الله، بالظبط. ودي كانت وصفاتنا النهاردة، يا رب تكون نالت اعجابكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج البرنامج العزومة مع فاطمة بحياتي، والبيج بتاعتي فاطمة بحياتي بالعربي وبالانجليزي. اسيبكم ان شاء الله في رعايته وامانه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.